مشاهدينا الأكارم، هذه مشاهد مباشرة التي يجريها النواب لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد. هذه مشاهد الاقتراع التي يجريها النواب داخل مجلس النواب العراقي. إذن مشاهدينا الأكارم، هذه المشاهد الحية التي تشاهدونها الآن لعملية الاقتراع التي يجريها النواب داخل مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد. ٢٥٨ نائبا حضروا الجلسة، وتم الاقتراع لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد. إذن لا تزال كما تشاهدون مشاهدين الأكارم، لا تزال عملية الاقتراع جارية حتى هذه اللحظة. وما زالوا النواب يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد. نائب سيد حسن، نائب عقيل عباس الفتلاوي، النائب علا عودة لايد، النائب علاء سكر الدلفي، النائب علاء صباح الحيدري، النائب علاء كامل جبار، النائب علاوي نعمة مولى، النائب علي تركي جسوم، النائب علي جاسم محمد. إذن مشاهدينا الأكارم، لا تزال عملية الاقتراع مستمرة حتى هذه اللحظة، وهذه مشاهد حية من داخل مجلس النواب العراقي. كما تشاهدون النواب يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد. كما ترون مشاهدينا الأكارم، العملية مستمرة حتى هذه اللحظة. النواب متواجدون داخل مجلس النواب، ولا تزال عملية الاقتراع مستمرة. عمر صالح عمر، النائب غاندي محمد عبد الكريم، النائب غريب أحمد مصطفى. مشاهدينا، وللاطلاع على مجريات الأحداث داخل البرلمان حاليا ينضم إلينا مراسل العراقية الإخبارية ميثم الجناحي. أهلا بك ميثم. ميثم، لو تضعنا في الأجواء وأيضا عدد الحضور ويعني في الجلسة حتى هذه اللحظة، ما التوجهات الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان؟ نعم، تحية طيبة. عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب الجديد 258 نائب، وبالتالي المنافسة على أشدها ومحتدمة، خاصة بين المرشح محمود المشهداني، النائب محمود المشهداني الذي يحظى بدعم أغلبية المكون السني من قبل تحالف تقدم الذي
يعد هو الأكبر عددا نيابيا، إضافة إلى دعم من أغلب كتل الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك هنالك بعض الكتل الكردية أيضا أعلنت يعني بشكل غير رسمي أنها ستصوت للنائب محمود المشهداني، وبالتالي أيضا بالمقابل هنالك المرشح سالم العيساوي الذي هو مرشح عن حسم والسيادة وعزم، إضافة إلى بعض كتل الإطار التنسيقي والمكون الكردي. العملية ما زالت مستمرة ويجري التصويت للمرشحين. قبل البدء بعملية التصويت كان هنالك مؤتمر للنائب طلال الزوبعي أعلن خلاله الانسحاب من الترشح للمنصب، وأيضا أعلن دعمه للسيد محمود المشهداني. أيضا يعني ننتظر اكتمال الجولة الأولى، يعني بعض النواب تحدثوا عن أن يعني الجولة الأولى ستحسم المشهد وقد نذهب إلى جولة ثانية. نعم. طيب ميثم، الحسم هل سيكون من خلال الجولة الأولى أم يعني من خلال الجولة الثانية؟ نعم، يعني بحسب يعني في حال حصول مرشح من المرشحين على أغلبية الأصوات أو نصف زائد واحد سيذهب أو سيكون هو يعني الفائز بالمنصب، لكن في حال عدم تحقق ذلك سيذهب مجلس النواب إلى جولة ثانية. في الجولة الثانية يعني الفائز بأكبر عدد من الأصوات سيكون هو رئيس مجلس النواب الجديد للدورة الحالية. أيضا هنالك يعني من يتوقع أن تحسم هذه الجلسة عبر الجولة الأولى لكون أن النائب محمود المشهداني هو مرشح الكتلة الأكبر ضمن المكون السني، وأيضا يحظى بدعم كتل الإطار التنسيقي يعني بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي يعني كما تقول ميثم يعني لا نذهب إلى جولة ثانية. كما تقول أن محمود المشهداني ربما هو المرشح للفوز. نعم، يعني بحسب عدد غير قليل من نواب الإطار التنسيقي أكدوا أن الإطار يعني بنسبة كبيرة ربما تصل لأكثر من 80% هم باتجاه التصويت لسيد محمود المشهداني. بالإضافة إلى ذلك هنالك عدد من يعني أو كتل ضمن المكون الشيعي الإطار التنسيقي أيضا سيصوتون لسيد سالم العيساوي، لكن حتى هذه اللحظة يعني هنالك ممكن أن تكون هنالك متغيرات داخل جلسة التصويت، ننتظر النتائج ومن ثم نؤكد من سيكون ونعلن من سيكون هو رئيس مجلس النواب للدورة الحالية. ميثم، سنعود إليك في نشرات لاحقة. أنا أشكرك جزيل الشكر مراسل العراقية الإخبارية ميثم الجناحي، كنت معنا مباشرة من قبة البرلمان. النائب فاطمة مجيد العيساوي. إذن مشاهدينا الأكارم كما تشاهدون حتى هذه اللحظة استمرار عملية الاقتراع من قبل النواب، والبالغ عدده 258 نائبا تحت قبة البرلمان. فلاح حسن الهلالي. يجري الآن التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب الجديد. النائب فيان دخي سعيد. النائب فيان صبري عبد القادر. النائب فيان عبد العزيز محمد. ما زال التصويت مستمر مشاهدينا الأكارم.